السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع الشعوب المقهورة في إيران. في هذا المساء نستعرض العديد من الفقرات، وبإذن الله عز وجل أن يكون هناك وقت لتلقي الاتصالات للمشاركة في هذه الحلقة. حينما يكون هناك معتقلا لدى إيران في أي شعب من الشعوب العربية أو غير العربية، ترتعد فرائص النظام الإيراني وتبدأ وسائل الإعلام في المنافحة عن هذا الأسير أو هذا المعتقل. هذا النشاط حينما يكون هناك نشاطا من هذه الوسائل الإعلامية لا يعني أنها على حق أو أنها قوية، ولكن تريد أن تشهر منهجها وترسل أهدافها بهذه الوسائل. الذين على الحق يحتاج أن يكون هناك جهود متضافرة من الجميع في سبيل مناصرة أي مظلوم. الليلة معنا برزان زادة، أحد السجناء المأسورين في سجون إيران وحكم عليه بالإعدام، لم يتحدث عنه الإعلام ولم يناصره الإعلام. لماذا؟ هل لأن المنهج يعتبر منهجا ضعيفا؟ لا، نحن الضعفاء، نحن الذين أضعفنا قضايا المسلمين، لابد أن نعترف بالقصور وأن نعترف بأن هناك من وسائل الإعلام من تهتم بالأشياء التي ليس لها أهمية في حياتنا وفي قضايانا. اهتمينا بمزاين الإبل، اهتمينا بالقصائد والأشعار، وفتحنا القنوات الفضائية لذلك، ويعطى لهذه الوسائل اهتماما كبيرا ودعما ماليا باهظا. لكن حينما تلتفت إلى جانب الآخر، الجانب الأهم، وهو نصرة المظلوم، نصرة الشعوب المظلومة في كل مكان، وأخص الشعوب المقهورة في إيران، تجد بأن تسليط الضوء على مثل هذه القضايا ضعيف. أي أسير يكون في سجون أي دولة عربية أو دولة إسلامية لابد أن ينافح عنها النظام الإيراني ووسائل الإعلام الإيرانية بكل ما لديهم، ويعرفون الناس من هو هذا الأسير، وتبدأ حقوق الإنسان ومنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية بالحديث عن معتقل في سجن الدولة الفلانية. طيب، أليس لنا إخوة في سجون إيران يحتاجون منا النصرة، يحتاجون منا كلمة الحق، يحتاجون منا أن نتضافر في الجهود لنصرتهم؟ بلى والله. لكن الضعف ليس في المنهج، ليس في الحقيقة، الضعف منا والله المستعان. فشدوا الهمم لنصرة هؤلاء المظلومين. اليوم في إحدى الوسائل الإعلام الإيرانية في وكالة هيرنا ذكرت بأن 23 سني يتجهزون لمنصات الإعدام، حكم عليهم القضاء الإيراني بالإعدام اليوم هذا الخبر. ونحن الآن سنعرض لكم بمشيئة الله عز وجل هذا تقريرا عن هذا الأسير المظلوم الذي سجن وظلم وحكم عليه بالإعدام بتهمة محاربة الله ورسوله، وما فعلوا ذلك إلا أنه قال ربي الله. نشاهد. بات واضحا للعيان استغلال النظام الإيراني والسلطة القضائية لأحكام الشريعة الإسلامية حد الحرابة
لإعدام وتصفية الدعاة من أهل السنة والنشطاء المطالبين بحقوقهم الاجتماعية والسياسية من الشعوب غير الفارسية. ويستمر النظام الإيراني في ارتكاب الجرائم واحدة تلو الأخرى بحق الشعوب غير الفارسية من تركمان وبلوش وأكراد وعرب وآذريين، لا لجرم ارتكبوه إلا لمطالبتهم بأبسط الحقوق والكرامة الإنسانية التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ورد في المادة الأولى ما نصه: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. إلا أن النظام الإيراني وفي استمراره لانتهاك حقوق الإنسان أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق السجين السني برزان نصر الله زادة، وأرسلت ملفه لمكتب تنفيذ الأحكام، مما يعني أن إعدامه بات وشيكا. برزان اعتقل في 29 من مايو من عام 2010، وكان عمره وقتها 17 سنة. تعرض للتعذيب أثناء فترة اعتقاله، وأجبر على تصوير فيديو اعترافات كاذبة. وفي 16 من نوفمبر من عام 2013 صدر حكم الإعدام بحقه، ولم يسمح له بحضور المحاكمة، كما لم يسمح لمحاميه الاطلاع على أوراق القضية بحجة أنها سرية. حكم عليه القاضي محمد مقيس بالإعدام بتهمتي محاربة الله والتعاون مع مؤسسات هدفها زعزعة الأمن الوطني في الشعبة 28 من محكمة طهران الثورية. ورغم أن المحكمة العليا ألغت الحكم، إلا أن القضية تم عرضها أمام محكمة أخرى منذ 3 أشهر، وقد أيدت المحكمة الحكم وأرسلت أوراق القضية لمكتب تنفيذ الأحكام منذ يومين. يقول محمد سليم والد برزان: ولد ابني في أكتوبر عام 1992 واعتقل وعمره 17 سنة، لم يكن يملك سوى حاسب شخصي، وبعد فترة حكم عليه بالإعدام. ابني لم يقتل أحدا، لم يكن عضوا في أي مؤسسات، لم يكن يملك أي سلاح. يقول والده: قلت لأحد المسؤولين: نحن نقبل بحكم الإعدام إذا كان ابني قد قتل أحدا، لكن ابني لم يقتل أحدا، لماذا حكمتم عليه بالإعدام؟ فلم يستطع الإجابة علي. يذكر أن برزان اعتقل أثناء عودته من المدرسة، حين هاجمه رجال من الاستخبارات الإيرانية بلباس مدني، وأصيب بطلق ناري في البطن. تم نقله بعدها للمستشفى المحلي، حيث مكث ساعة واحدة، ثم نقل لمقر الاستخبارات. وبسبب هذا الإهمال الطبي تم استئصال طحاله، ومنذ ذلك الوقت وهو يعاني من مشاكل صحية ولا يتلقى أي رعاية طبية، وهو حاليا في سجن رجاي شهر بكرج. هذا وقد أعلنت الرابطة العالمية للحقوق والحريات أنها وإذ تتابع بقلق شديد الاعتقالات الأخيرة في الأحواز وأحكام الإعدام الابتدائية الصادرة من محكمتي الثورة والعموم في مدينتي الأحواز العاصمة ومدينة دسفول بحق 15 أحوازيا بتهمة الحرابة والفساد في الأرض على حد تعبيرهم، فإن هذا الاتهام صار مسوغا للنظام الإيراني لتصفية وإعدام المطالبين بحق تقرير المصير من الشعوب في إيران. وللتعليق على حادثة الحكم الإعدام على برزان زادة، ينضم إلينا الآن السيد عبد الكريم خلف الأحوازي الناشط الحقوقي. حياكم الله أستاذ عبد الكريم وأهلا وسهلا بك. تحياتي لك بصير، مرحبا بك. حياك الله. ما يعني الآن في كل حلقة وفي كل أسبوع نجد بأن هناك أحكام كثيرة تكون على مثل برزان. ما هي خلفيات الحكم على برزان زاد؟ نسأل الله أن يفك أسره. برزان نصر الله زاد هو من ضمن مجموعة الآن ما أعرف يعني بعض الأخوة هل تابعوا الأخبار الجديدة حول هذا الملف؟ نعم. أن تم عزل 27 ناشط سني كردي من ضمنهم برزان،
نعم. ألو، معك يا أبو عسل، تفضل. أسمعك يا أبو عسل، تفضل. طبعا 27 شخص من ضمنهم برزان تم عزلهم من باقي السجناء الآخرين في سجن رجائي شهر، و يعني تم تأييد هذا الحكم، و 26 شخص آخر أيضا. طبعا الأخبار الأولية اللي خرجت فقط برزان، ولكن الآن وصلت أخبار إلى المنظمات حقوق الإنسان أن هناك 26 شخص آخر أيضا. يعني أستاذ عبد الكريم، يعتبر برزان من ضمن 27 الذين ذكرتهم وكالة هيرنا اليوم، هم من ضمنهم؟ نعم نعم نعم، تفضل. نعم، بتهمة بتهم طبعا المحاربة مع الله والدعاية ضد النظام الإيراني، وأيضا العضوية في مجاميع هم يسموها حسب زعم النظام أنه السلفية أو المتطرفة. وهذا صراحة يعني حتى في بعض الشيء يستقرب يعني المتابع أنه كيف يستخدم الآن النظام الدعاية محاربة المجاميع المتطرفة بما تسمى داعش. فالآن في الداخل يسيطر الضوء بهذه الدعاية بأن هؤلاء من ضمن كذا مجاميع لتمهيد تنفيذ أحكام إعدامهم. نعم، هل هناك مثلا منظمة يعني مثلا رفعت لي أو الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان ما يتعلق ببرزان على وجه الخصوص؟ منظمات كثيرة بما في المرصد، يعني طبعا حتى العفو الدولية، مكتب أحمد شهيد، اليوم الرئيس واتش، متابعين هذا الأمر بما فيها برزان، يعني كل هذه الأحكام. ولكن صراحة يعني تريد أكثر متابعة، وأتمنى أنه كل المؤسسات ليس فقط السنة أو ليس فقط الأكراد، بما أنهم هذه المجموعة كردية أيضا، أتمنى أنه كل المؤسسات الشعوب الأخرى، مؤسسات حقوق الإنسان، يتابعون هذا الأمر، لأن صراحة هذا يعني الأحوازي، يعني البلوشي، يعني الكردي، ويعني التركي. جميل. وحتى يعني الفارسي. جميل. إذا طبق الحكم على هؤلاء الشباب اللي هم صراحة حتى في المحكمة نفوا عضويتهم في أي تنظيم مسلح ضد النظام، هؤلاء أمام القاضي نفوا هذه التهمة، وكل عملهم كان عمل نشر العقيدة الإسلامية، نشر الكتب، بما أنه هو برزان. يعني بعض الأخوة الأكراد، أنا أحد الأخوة الأكراد يشرح يقول بأن هذا الشاب كان شاب في الصف الثالث الثانوي أثناء اعتقاله، يعني ما كان بيده مثلا سلاح أو شايل سلاح أنه بهذه الطريقة اللي اتهم. إنسان ناشط مذهبي، وكانت الهدف من نشاطهم كان هدف من نشاطهم هو نشر العقيدة الإسلامية في المنطقة في كردستان بالتحديد. الآن لماذا هذا النظام يسحب هذه الملف من داخل المنطقة من سنندج إلى طهران؟ يبين هذه صراحة للمتابع وكل نشطاء حقوق الإنسان أنه هناك نية لإعدامهم، ويجب على كل الأخوة كل النشطاء يتابعوا هذا الأمر، وأيضا حتى إعلاميا، لأن إلها تسليط الضوء الإعلامي إلى تأثير كبير في الوسط الإيراني، في نفس الوقت أيضا يعني بالمساعدة عوائلهم، يعني البعض عندهم ما عنده حتى محامي، فإذا يكون مساعدة للعوائل هؤلاء المطالبة أيضا في مؤسسات في داخل طهران في نفس الوقت، وفي ارتباط بعوائلهم من يسمح ومن كل له ارتباط بهذه العوائل أنه
في مجال كثير، في مجال كثير من خلال ارتباطنا مع عوائل هؤلاء 22 وارتباطهم مع المؤسسات الدولية أنه حد الأقل أنه نخفف أو نأجل هذه، نأجل تنفيذ أحكام إعدام. نعم سعد كريم، طبعا الرابطة العالمية للحقوق والحريات أصدرت بيان بخصوص برزان زادة، وحقيقة يشكرون عليه، لكن في نهاية البيان قالوا في نص البيان حسب ما ذكر في البيان المنشور: إننا في الرابطة العالمية نتابع بقلق شديد الاعتقالات الأخيرة في الأحواز وأحكام الإعدام الابتدائية الصادرة من محكمتي الثورة والعموم في مدينتي الأحواز العاصمة ومدينة دزفول بحق 15 أحوازيا بتهمة الحرابة والفساد في الأرض على حد تعبيرهم. هل بالفعل هناك يعني 15 شاب أحوازي حكم عليهم بالإعدام في هذه الفترة؟ أبا أصيل، هو ليس الحكم، ما في حكم صادر صراحة. هذا الكلام اللي تم تداوله في الإعلام وفي بعض المؤسسات والنشطاء هو أنه كلام المدعي العام. المدعي العام طالب المحكمة أنه بما أنه من جزء هؤلاء هو أشر إلى 3 أشخاص أنه رفعوا السلاح وهاجموا مكان ما مكان معين، فهؤلاء محاربين مع الله ويجب إعدامهم. يعني صراحة هذا العمل المدعي العام هو وأيضا تسليط الضوء عليه في داخل الإعلام الفارسي هو تمهيد لتأييد أحكام إعدامهم. هذه دائما تجربة حدث، يعني كتجربة في داخل الأحواز دائما النظام إعلامه أنه بالبداية أي حدث يكون وأي إعدام يمهد الطريق للإعدامات أكبر. صراحة نحن ولا حد الآن ما حصلنا على كل أسماء الـ15، وصلت إلى حوالي 8 أو 9 لدينا بعض التفاصيل عنهم، ولكن إلى الآن النظام الإيراني ما يعطي أي معلومة لعوائلهم، وأي ملاقات أو مقابلة مع العوائل أو مع محامي ما موجود من حين اعتقال هؤلاء الأخوة في السوس وفي شاور وفي دزفول إلى هذا اليوم. نعم. فأي يعني معلومة دقيقة بشكل دقيق أنه في أي مرحلة وصل هذه الملف ما موجودة، ولكن لحد الآن هم نعرف أنه بيد الاستخبارات الإيرانية وتصريحات المدعي العام الذي قال يجب إعدام هؤلاء في يعني وقت قصير، ولكن استبعد الأمر لأن عادة يكون يجب يصدر حكم، يعني هو هذا الكلام الغير مسؤول للمدعي العام بأنه بدون صدور أي حكم بدون أي نتيجة من المحكمة وبدون التوضيح عن الاتهام، مجرد محاربة ما هي، يعني ما يعني بالمحاربة، هل هم يعني حاربوا مجموعة معينة من النواب أو مثلا قاموا بعمل مسلح على بعض الـ15 كما نعرفهم هؤلاء نشطاء ثقافيين بامتياز، والبعض منعتهم نشطاء أهل السنة. نعم. سعد كريم، سعد كريم اسمح لي أن أطلق عليك بأنك الأب الروحي لكل معتقل داخل إيران. نشكر جهودك، أنت لم تفرق بين أحوازي وبين كردي وبين آذري وبين بلوشي، تتابع دائما أحداث كل أسير موجود في السجون الإيرانية، فالجزاء من عند الله عز وجل، وكلنا نريد الجزاء من عند الله عز وجل فيما نعمل، ولكن الحق يذكر بأنك مجاهدا في هذا المجال، ونتمنى منك الاستمرار، وأيضا ألا تترك أي وسيلة إلا تخطوها في سبيل نصرة هؤلاء الشباب المظلومين. معي سعد كريم. طيب انقطع الاتصال بيني أنا والأستاذ عبد الكريم، وأنا أكرر شكري له، ونتمنى دائما أن يكون هناك مفهوم لدى كل ناشط سياسي
أو حقوقي أو أي مهتم بالمجتمع المدني بأن يكون لديه روح النصرة والمحبة للكل، لأن البعض يقول أنا أحوازي، أنا يعني ما علي من الكردي ولا علي من البلوشي، هناك من ينتصر لهم. هذا مفهوم خاطئ، نتمنى أن يكون هناك وحدة في نصرة هؤلاء الشعوب المقهورين داخل النظام الإيراني. من الأخبار مظاهرة للجالية الأحوازية أمام برلمان الهولندي يوم الجمعة الماضية، وشارك في المظاهرة عشرات الأحوازيين المقيمين في هولندا وخارجيا، ومنهم أحوازيون هجروا من الأحواز حديثا بسبب بطش الاحتلال الفارسي. وقد طالب متظاهرون البرلمان الهولندي بالتحرك للضغط على الدولة الفارسية ومؤسساتها القمعية لمنعها من تنفيذ أحكام إعدام صدرت مؤخرا بحق 15 أسيرا أحوازيا. أيضا هناك مصادر لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز ذكرت بأن أهالي حي المحسنية الواقع في مدينة الحميدية نفذوا وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضية، وطلب المحتجون سلطات الاحتلال في المدينة بمعالجة ظاهرة انتشار المخدرات والحد منها، إذ أصبحت هاجسا يؤرقهم ويهدد سلامتهم وسلامة كل الأحوازيين. واتهم ناشطون أحوازيون عناصر تابعة للحرس الثوري وميليشيا البسيج بالوقوف وراء ظاهرة انتشار المخدرات في المدينة، ونحن على علم بأن هناك من الشباب الأحوازيين من يجتهد في عملية الوقاية للشباب وأيضا للفتيات من هذه الظاهرة، ظاهرة المسكرات والمخدرات، لأن النظام الإيراني يقوم بنشر هذه المسكرات بشكل ممنهج من أجل إغواء الشباب. لابد أن يكون هناك أساليب وقائية للمجتمع الأحوازي، أيضا لابد أن يكون هناك وسائل علاجية لكل من سلك هذا المسلك. نسأل الله العلي العظيم أن يعافينا ويعافي كل مبتلى. أنتقل وإياكم إلى فقرة جديدة من فقرات هذه الحلقة مع فقرة رأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحواز كانت دولة عربية مستقلة وتم احتلالها من قبل الفرس، باعتبار تاريخيا الحضارات التي تشكلت في الأحواز كانت قبل مجيء الفرس إلى بلادهم، وأيضا في التاريخ المعاصر كانت الأحواز تتمتع بسيادة كاملة حسب مقاييس تلك الفترة. وفي الوقت الراهن أيضا الشعب العربي الأحوازي لا ينتمي إلى الدولة الإيرانية ولا يشعر بأي ولاء لهذه الدولة، ولا يعتبر نفسه جزء من الشعوب الإيرانية. أما مصطلح إقليم الأحواز عربي داخل إيران فهذا مصطلح من يروج له من قبل الاحتلال الفارسي وأدوات الاحتلال من أجل ربط مصير الشعب الأحوازي بالدولة الفارسية. الرحمن الرحيم. الأحواز شعبا وأرضا مستقلا من قبل وبعد الإسلام، وعلى البساطة شهود عينية تثبت لا تغالب وتشابه في اللغة اللبس والثقافة والملابس والتراث والتقاليد مع فرس المحتلين، والأرض والشجر يتكلم عربي. وحتى نكون أسياد أنفسنا نرجع لله، بالأمس الجزائر واليوم وغدا فلسطين، يبتوكلهم على الله والسنة نبينا مصيرهم الحرية، ويعلن الله بالنصر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإسلام الأحواز بلد مستقل وتختلف كل البعد عن الفرس من كل النواحي، شعب، تراث، ثقافة، تقاليد، وحتى الأرض والشجر يتكلم عربي. لهذه الأسباب المحتل الفارسي يحاول بتغيير كل شيء عربي. بعد دخولهم الإسلام الشعب الأحوازي أصبح من أمة الإسلام والتوحيد، لكن الشياطين كما حذرنا الله من عدو مبين بوجوده لضعف الناس وتمسكهم بالدنيا شجعهم ورمى بهم في عالم الجهل والخرافة والفقر والضياع والعبودية، وهذا بسبب الخضوع للمشروع الشيطاني الصفوي. كي ننال استغلالنا بطعم الحرية علينا الرجوع إلى الله وتعاليم العقيدة الصحيحة والقيم والأخلاق، ولا نسلك
طريق الشيطان وأعوان الصفويين، ويكون مصيرنا الذل والضياع والجهل بما يفرح الشيطان ويغضب الله. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. على فعل المراجل يستثير الشاعر المغوار، إناديني أصل ديني على الغيرة على الخيرة، تطيح الروس ما طاحت مبادينا ولا تنهار، وتروح الروح ما راحت عروبتنا بتأجيرة، ترى لحمة تكاتفنا تهين الكافر الغدار، وترى حنا الجسد واحد ولو كثرت تصاويره، تعيش أحوازنا حرة يحميها صهيل الثار، وتعيش أحوازنا حرة ولو شاروا بتدميره، وتعيش أحوازنا حرة نموت ولا تموت النار، وتعيش أحوازنا حرة ولو كثرت مخاطيره، وتعيش أحوازنا حرة بنت فوق النوايف دار، وتعيش أحوازنا حرة ولا ننساه من سيرة، رقينا للمعالي بالمعالي ثابتين أحرار، رقينا بالمعالي والفعل يسطع بتكبيرة. أهلنا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. الأخ أبو فاطمة الأحوازي وزوجته شكر الله لهما شارك في هذه الحلقة بمقطع مترجم يبين، طبعا هذا المقطع من قناة روسية حكومية، يبين ويوضح ماضي خامنئي وجذور تكوينه في بداية حياته السياسية على الطريق الشيوعية، وأيضا عن علاقته الوطيدة بالاتحاد السوفيتي. نشاهد وأتمنى أن تركزوا على الترجمة. لا يوضح للمشاهدين جامعة باطريس لومومبا في الاتحاد السوفيتي سابقا أسست بهدف تغارب الملل مع بعضها، هذا كان عنوانها بالأصل، تقريبا تستغل المواهب العلمية التي تكون معارضة لحكوماتها في معسكر الآخر الغير شيوعي يرحب بهم بإعطائهم المنح الجامعية. كانت لهم دورات مختلفة ومقاطع متنوعة، شهادات جامعية ودكتوراه، إضافة إلى أنواع الدورات التدريبية في مجالات مختلفة، وهذه كانت أرضية مناسبة لاستقطاب جذب وتدريب الموالين وكوادر شيوعية وحتى غير شيوعيين لكن ناشطين وولاهم للاتحاد السوفيتي. هذا ما قاله رئيس الجامعة في مناسبة مرور 50 عام على الجامعة السيد كيانوري، مثل ما أشار إليه نوري زادة سابقا أمين العام لحزب التودة الكتلة الشيوعية الإيراني، مع السيد هوشنج أسدي كانوا دائما يلتقون بالسيد علي خامنئي، والحزب كما أشار إليه مرة أخرى كان له دورا أساسي بكشف الأفراد والشخصيات الذين شاركوا بما تسمى النهضة أو الانقلاب العسكري معروف بنوشة، بتسليم أسماء هؤلاء إلى جهاز الكي جي بي، والكي جي بي إلى حزب تودة، والحزب سلم الأسماء لجمهورية إيران إسلامي وقاموا بإعدام وتصفية جميع الغادة والضباط العسكريين السابقين. الحزب كان له دورا مباشرا، حتى الصحفي السيد هوشنج أسدي في كتاب من تأليفه ذكر دوره ودور باقي أعضاء حزب تودة في هذه الأحداث. الآن معكم نشاهد التغرير يتكلمون عن السيد خامنئي. إلى يومنا هذا مضت 50 عاما منذ بدء استقبال الجامعيين من الخارج في هذه الجامعة. عام التأسيس يعني في سنة 1960 لها أهمية كثيرة، بدليل معظم الدول الإفريقية خرجت من تحت سلطة القوى الاستعمارية، وهذه الجامعة منحتهم الفرصة حتى يكسبوا المهارات اللازمة وتجارب لإدارة الدولة. ما بين هؤلاء كثير من السياسيين بارزين ووجوه معروفة مثل قائد إيران علي خامنئي، وكذلك محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وهذه الجامعة ستستمر في أهدافها. السيد خامنئي يشار إلى محمود عباس، أبو مازن كذلك درس في هذه الجامعة. أضيف قائلا ذلك الوقت كثير من الأشخاص كانوا يدرسون في جامعة باطريس لومومبا بأسماء مستعارة، ولا نبعد هذا الدليل وبدلائل أخرى، اسم هذا الشخص خامنئي لم يرد في قائمة جهاز استخبارات إيران سواك أنذاك، التي أساسا كان يعاني من مشاكل حتى ضعف معلومات استخباراتية. اختفى عنه هذا الشخص، لا نصدق ولا نكذب الخبر، بل نسعى إلى معرفة الحقيقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. من الأخبار أن
عشرات عناصر الأمن الفارسي والمخابرات الفارسية اعتقلوا رضا خلف الحيدري، وكانوا في سيارات حكومية ومدنية، داهموا حي العزيزية ثم اقتحموا منزل الأسير الحيدري، ولا يعرف ذو الحيدري عن مصيره حتى اللحظة كما وصلتنا من أخبار. أيضا رحب رئيس حركة النضال العربي تحرير الأحواز السيد حبيب جبر بقرار المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب واستثناء الدولة الفارسية من هذا التحالف. وأشار حبيب جبر إلى أن غياب إيران عن التحالف يدل على ضلوعها في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة. في السياق ذاته أشار مسؤول المكتب الإعلامي لحركة النضال السيد يعقوب حر إلى أنه لا يمكن أن يكون لإيران أي دور في أي تحالف إسلامي ضد الإرهاب لتورطها في دعم منظمات إرهابية طائفية في دول عربية وإسلامية. وكما أنكرت إيران هذا التحالف، لابد وأن تنكر هذا لأنها تدين نفسها وتعلم بأنها تقوم بالإرهاب، لذلك كان هذا التحالف العسكري ضربة قاسمة على النظام الإيراني. أسأل الله أن يبارك في هذا التحالف وأن يزيد من الدول التي تحارب كل إرهاب يضر بالإسلام والإسلام والمسلمين. أيضا أقدمت سلطات الاحتلال الفارسي على إعدام المقاتل الأحوازي طعم بنيان ناصر المنيعات أحد منتسبي جيش تحرير الأحواز فجر الأربعاء الماضي في مدينة المحمرة. وذكر موقع صوت الأحواز أنه تم اعتقال المنيعات قبل فترة وجيزة في ميناء جرون، وبعد محاكمة صورية وسريعة حكم عليه بالإعدام بتهمة النشاط السياسي والترويج لمقاومة الاحتلال الفارسي من أجل تحرير الأرض العربية الأحوازية. مشاهدي الكرام، الآن أعرض لكم رسالة للأستاذ ناصر كاظم الأحوازي أرسلها إلى الشعب الأحوازي. بسم الله الرحمن الرحيم، أتوجه بهذه الرسالة إلى أبناء وطني باعتباري مواطن أحوازي، فأقول لهم احنا نعرف بالضبط ماذا يحدث في داخل الأحواز من مجازر وانتهاكات وسياسات إجرامية وعنصرية تقوم بها سلطات الاحتلال الإيراني. ما نتمناه من أبناء وطننا أنه يكونون هناك يد واحدة، يكون عملهم مبرمج، عمل منظم، عمل يخدم القضية الأحوازية، عمل يكون بالفعل بمستوى القضية الأحوازية. احنا شعب عندنا قضيتنا كبيرة جدا، ربما استطيع ان اقول القضية ليست قضية اقليمية فقط او قضية عربية، انما قضية دولية حتى. لهذا يحتاج من ابناء الوطن انه يكونوا يد واحدة، يكون لديهم نشاط، يكون لديهم مجموعات، هذه المجموعات تعمل ليل نهار حول ما يحدث حولها، تقوم بالتوثيق، تقوم بإرسال هذه ما توثقه إلى الجهات المعنية الأحوازية حتى يستطيعوا أخوتهم هنا بالخارج أو في المنفى أن يتواصلوا مع المؤسسات والحكومات على مستوى الدول الأوروبية أو دول العالم بشكل عام. فأكيد هذا لا يحصل إذا بالداخل ما في عمل، أكيد هذا ما يحصل إذا في الداخل ما في اهتمام، أكيد هذا ما يحصل إذا في الداخل يكون يعني إهمال. فما نتمنى أنه كل إخوتنا هناك بالداخل يقومون بهذه الواجب، وأن يتركون وقت بما فيه الكفاية حتى إن شاء الله إخوتهم هنا بالخارج بإمكانهم يقومون أو يتحركون، وفي ما بين أيديهم أو في حقبهم من الوثائق المهمة التي تكشف السياسات الإيرانية الإجرامية
ضد شعبنا ضد أرضنا. هناك سياسات تغيير ديموغرافي قد لا يعرف عنها البعض، ولكن الحقيقة يجب علينا أن ننتبه إلى هذه السياسات وأيضا سياسات أخرى يقوم بها السلطات أو تقوم بها السلطات الاحتلال الإيراني. أتمنى لكم كل الخير يا أبناء شعبنا يا أخوتي، وإن شاء الله يوما ما سنلتقي على أرض الوطن محررة من دنس الاحتلال الفارسي الأجنبي. شكرا لكم وفي أمان الله. أهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا محكمة الثورة الأحوازية استدعت 9 نشطاء آذريين إلى المحكمة بسبب المظاهرات والاحتجاجات التي أحدثوها كما قالوا ضد النظام الإيراني. طبعا 9 الذين استدعوهم نعم احتجوا وتظاهروا بسبب الإساءات التي حصلت من التلفزيون الإيراني الرسمي بحق الآذريين. كان هناك سخرية وكان هناك استهزاء وحصل على إثر ذلك المظاهرات، وعملنا حلقة سابقة كاملة عن مظاهرة الآذريين. ولكن تأمل النظام الإيراني لا يريد أن يفعل أحد شيء. ممكن أن نستهزئ فيكم، ممكن أن نسخر منكم، ممكن أن نقتلكم، لكن أنتم لا تفعلوا شيئا، اعتادوا على أن يذلوا غيرهم. أيضا النظام اختطف شاب كردي واسمه شورش خاكي من مدينة بوكان، وقاموا بإهانته وتعذيبه بشكل وحشي بسبب انتماء أحد أقاربه إلى حزب كردي يعادي النظام الإيراني. يعني مجموعة الآذريين 9 احتجوا بسبب الإساءات التي حصلت من التلفزيون الرسمي الإيراني، تعالوا معتقلين. شاب يعتقل في كردستان بسبب ماذا؟ بسبب أن أحد أقاربه ينتمي إلى حزب تنظيمي سياسي يعادي النظام الإيراني. هذا هو تفكير النظام الإيراني، وهذه حجة النظام ضد أي ناشط سياسي أو ناشط مدني أو أحد يعارض سياسة هذا النظام. ولكن بإذن الله عز وجل أن تنفرج هذه الكرب على أكثر من 40 مليون يعتبر مضطهد داخل جغرافية إيران. الآن مشاهدي الكرام نعرض لكم تقريرا مختصرا عن الدولة الصفوية. الكثير منا يسمع الدولة الصفوية، الدولة الصفوية، يسمع بأن بداية الدولة الصفوية على يد إسماعيل الصفوي. التقرير يوجز ويعرفك باختصار عن هذه الدولة الصفوية. على يد الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي تأسست الدولة الصفوية الأولى عام 906 للهجرة، فبنى قواعدها وأرسى دعائمها وغرس كيانها في خاصرة البلاد الإسلامية، وفرض الدين الشيعي عليها رسميا في أكثر بقاع ما تعرف بإيران حاليا. كان أكثر البلاد تلك سنية لا تعرف التشيع، إلا أن من عارض الصفوية في تشييعها قتل ونكل به. سار الصفوي الأول هذا ومن بعده على منواله، واستطاعوا في وقت وجيز بمساندة الإنجليز أن يبنوا لهم دولة، وحرفوا مسارات الحج من بيت الله الحرام إلى مدينة مشهد. وحج الشاه عباس الصفوي إلى مشهد ماشيا على قدميه، وعظم الأضرحة وبنى عليها. في الجهة الأخرى، ففي الوقت الذي كان العثمانيون ينطلقون شمالا وغربا في فتوحاتهم ودفاعهم عن الإسلام، بدأ الصفويون ومنذ عهد المؤسس الشاه إسماعيل بالاضطرابات على الحدود الشرقية للدولة العثمانية، وباغتوهم من الخلف، وهو الأمر الذي أشغل الدولة العثمانية، ودخلت في حروب متعددة مع الصفويين الشيعة، فأثر ذلك على قواتها المتجهة لحروب الصليبيين. وظلت الحرب بين العثمانيين والصفويين سجالا، وحدثت عدة معاهدات صلح، لكن الجانب الصفوي كان دائما نقض لهذه المعاهدات، لأنه كان يشعر بضعف الدولة العثمانية في ذلك الحين وتكالب الغرب عليها. وبشهادة التاريخ الموثق، كان عهد الصفوية هو عهد إدخال قوى الاستعمار في منطقة الخليج، حيث مهدت له الطرق بعقد التحالفات العسكرية والتجارية مع البرتغاليين
والهولنديين والإنجليز. لقد كان لوجود الدولة الصفوية آثار سلبية على العالم الإسلامي، فقد كانت سببا في انحسار المد الإسلامي في أوروبا، كما كانت سببا في تحول الشعب الإيراني السني إلى شعب شيعي يضمر العداء للمسلمين بدلا من أن يكون عونا لهم. وبعدما كانت إيران دولة سنية حتى القرن العاشر الهجري، وبعدما كانت إيران تقدم مئات العلماء والفقهاء والمحدثين والمؤرخين والمفسرين، إذ بها تقدم كثيرا من المراجع الدينية التي تعتقد بتحريف القرآن وبرد السنة، وأصبحت هذه الدولة شوكة في جسد الأمة منع من زحفها بالإسلام في شرق أوروبا. وإلى اليوم، بعد أن غيرت هذه الدولة من جلدها الخارجي وأطلقت على نفسها الجمهورية الإسلامية، إلا أنها ما تزال بفكر وعقلية وأسلوب إسماعيل الصفوي، ولا تزال كذلك هي الخنجر المسموم في صدر بلاد المسلمين. والواقع يطالعك في سوريا واليمن والعراق، وربما قريبا في البلاد الإفريقية المسلمة كما تتناهى الأخبار. أهلا وسهلا بكم. لفت نظري في هذا التقرير كيف أن الدولة الصفوية استغلت ضعف الدولة العثمانية وحققت مآربها. ينبغي علينا نحن كمسلمين أن نتآزر فيما بيننا، وأن يقوي بعضنا بعضا، وأن يكون هناك لحمة قوية من أجل ردع هذه الهجمات الصفوية المعلنة، وأيضا الهجمات الغربية التي تعتبر من تحت الطاولة. هناك مؤامرات، ينبغي أن نساند حكامنا ومجتمعاتنا، وأن نقف مع بعض وقفة حازمة، وأن نترك التشرذم، ونترك السماع لمن يحاول أن يشق الصف، لأن هناك أعداء يعملون ليل نهار من أجل هدم البنى التحتية للدول الإسلامية. ولا شك بأن قبلة المسلمين هي هذه البلاد، شرفها الله المملكة العربية السعودية. لا شك بأنهم يحاولون أن يزرعون المؤامرات، وأيضا ينفذون الخطط من أجل إضعاف هذه الدولة. إذا ضعفت هذه الدولة بلا شك أن الدول الأخرى ستضعف، لكن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، وبفضل شعبنا، وأيضا المناصرين، هناك تلاحم، هناك تآزر، هناك تناصر، هناك وقفة شجاعة واحدة، مهما اختلفت الأفكار ومهما اختلفت التوجهات، إلا أننا مجتمعين بفضل الله عز وجل أمام هذا العدو. ولا بد أن يعني يزيد هذا التآزر لقمع وكسر شوكة هذا المد الصفوي، وأيضا المؤامرة الغربية. وبفضل الله عز وجل أنه كانت هناك عاصفة لا ينساها النظام الإيراني، ولن ينساها المؤرخين، ولا ينساها الناشطين السياسيين، ولن تنساها وسائل الإعلام، هي عاصفة الحزم التي قمعت هذه المخططات الصفوية الصهيونية. وأبشركم بأن الانتصارات قادمة، والتقدم قوات التحالف، وأيضا المقاومة الشعبية في اليمن، هناك تقدم يبهج ومفرح، وعلينا أن ندعو لهم في كل وقت، وأن نتحرى أوقات الإجابة للدعاء لهؤلاء الأبطال، أن يمكنهم الله عز وجل من إكمال مسيرتهم وتحرير أرض اليمن. وأيضا الدعاء لمن هو جريح، والدعاء لمن استشهد بأن يتقبله الله شهيدا، والدعاء لأهل من هم مرابطين على الحدود أو داخل أرض اليمن، بأن الله يلهمهم الصبر، وأن يربط على قلوبهم. وأيضا الواجب علينا أن نعاونهم، وأن نتفقد احتياجاتهم، لأن لدينا أبطال يسددون أهدافا عظيمة
نحن نسمع بأن فلان أو نادي فلاني حقق هدفا انتصر فيه هذا الفريق والناس تفرح بهذا الأمر، ثم لا نفرح بأن هناك أهداف من الرصاص ومن الصواريخ يصيبها هؤلاء الأبطال في نحور الحوثيين وكذلك من ساعدهم، وهذا لابد أن نحتفي فيه وأن نفرح وأيضا أن ندعو لهم في كل وقت. نسأل الله العلي العظيم أن يشد من أزر إخواننا وأن ينصرهم وأن يقويهم على أعدائهم، إنه على كل شيء قدير. في ختام هذه الحلقة أعرض لكم لقاء للنائب الكويتي الأستاذ بدر الداهوم، كان هذا اللقاء على هامش مؤتمر النضال الأحوازي في كوبنهاجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اليوم حضرنا المؤتمر الثالث للأخوة في حركة تحرير النضال الأحوازي، في حركة النضال لتحرير الأحواز المحتلة من قبل النظام الفارسي. لا شك بأن الآن قضية الأحواز أصبحت يعني ذات شهرة واسعة واهتمام عربي، سواء على مستوى الشعوب أو على مستوى الأنظمة العربية، وهذا يدل على أن أخذت هذه القضية العربية الأصيلة بعدها الإعلامي والسياسي عند الأخوة في العالم العربي، ولا شك أن هذا الأمر يجب أن يكون ذات اهتمام أيضا من قبل الأنظمة العربية لمواجهة التمدد الفارسي الذي لا يريد خيرا بالأمة العربية والأمة الإسلامية. ولذلك يعني الآن تواجه هذه الحركة من صعوبات في قضية طرح هذه القضية أمام المجتمع الدولي، وينبغي أن يكون هنالك موقف صارم من قبل الدول العربية لمساندة الإخوة في نضالهم من أجل الحصول على يعني تحرير هذه الدولة المغتصبة من قبل النظام الفارسي لما يقارب من 90 سنة تقريبا. اليوم هذا المؤتمر الذي يحضره الكثير من الشخصيات العربية والعالمية لمساندة الإخوة في قضيتهم، لا شك أنه يدل على أن القضية أخذت يعني بعد إعلامي وسياسي لدى المجتمع الدولي. لا شك أن هذه الأمور التي نجدها ونراها في هذه الساحة وهذا المؤتمر الثالث الذي يقام دليل على أن النظام الإيراني أصبح الآن في ضعف، وهذا الضعف يجب أن يواجهه قوة. أنا يعني أوجه النداء للأخوة سواء في حركة تحرير الأحواز، إلى لابد أن يكون هنالك مشروع معين لمواجهة المشروع الفارسي حتى نستطيع أن يعني نتمكن من الوصول إلى هدفنا وهو تحرير الأحواز من النظام الفارسي، وهذا المشروع لابد أن يكون له يعني أهداف، وهذه وأيضا يكون هنالك تعاون من قبل كثير من القوميات الأخرى الموجودة في إيران. ولا شك أن هناك قوميات أخرى يمارس النظام الفارسي الصفوي العنصري تجاههم يعني أشد العقوبات، ويميز بينهم وبين الشعوب الفارسية الأخرى، وهذا يعني مهم جدا للوصول إلى النجاح لتحقيق هدفنا في اللي هو تحرير الأحواز من النظام الفارسي. اليوم يعني نحن نود أن نخرج من هذا المؤتمر بنتائج نترجمها في خطوات عملية في المستقبل حتى نحصل على ما نريده ونحقق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر. أهلنا وسهلنا بكم مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، ألقاكم إن شاء الله مساء الأحد القادم في حلقة جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.